بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعينا الأعزاء، متابعي صفحة الأهلي اليوم، نحييكم وننقل لكم الآن رب الجماهير. الشاشة طبعا بصديقنا سامح اللي رغم ظروفه الصحية حرص على الحضور. يقول لك شكرا يا سامح، ودايما دعم وسند لجمهور النادي الاهلي، ولاد النادي الاهلي. ايضا صديقنا محمد فتحي، كم يا فتحي؟ 2-0 خير الله، 2-0. طب ان شاء الله عمرو منتصر كام؟ 2-0 ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. حد هيزود، حد هيزود ثلاثات كتير يا كابتن. يلا ادينا توقعك كده بسرعة. ثلاثة ان شاء الله بإذن الله، ان شاء الله، ان شاء الله. ربنا خليك من ربنا خليك منورين، ربنا خليك منورين، وبالتوفيق للنادي الاهلي. توقعاتك يا استاذنا؟ 2-0 لمين؟ اوعى تكون متشجع النهضة. طب ما فيش تيشيرت ولا حاجة ولا
ربنا يديك الصحة، منورين كل الأهلاوية حبايبنا. والحقيقة حضور من وقت مبكر جدا، ربنا يخليك، حضور من وقت مبكر جماهير الأهلاوية العظيمة. ادينا توقعك يلا. 3-1 3-0 توقعك للنتيجة. 3 كله بيقول 3 النهاردة. 3-3 تحية لجمهور النادي الأهلي العظيم. يا جماعة المباراة قلت لكم من بدري، المباراة هتكون الساعة 7 وعلى المشفرة، المباراة مش على المفتوحة، قلت لكم الكلام ده من بدري. حفاظ، يرجى الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والتحضيرات زي ما انتم شايفين، الإجراءات الاحترازية، تركيز على الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع إن شاء الله. تابعونا بإذن الله، استمر في النقل معاكم لحظة بلحظة، إن شاء الله بإذن الله نفرح مع بعض ونحتفل بفوز النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. مستمرين في البث لجماهير النادي الأهلي. طبعا بسبب الحقوق زي ما انتم عارفين ما ينفعش الصورة تيجي على الملعب خالص، لان في حقوق بس، فمش هينفع ان احنا نكون ننقل اي حاجة فيها حقوق، فاحنا بإذن الله هننقل ليكم نبض الجماهير ومدرجات النادي الأهلي. تقبلوا تحياتي، شكرا ليكم، وسعدت جدا بالتواجد معاكم. ان شاء الله مغطين لحظة بلحظة معاكم من قلب الحدث، من هنا من استاد جاسم بن حمد وسط جمهور النادي الأهلي. بالتوفيق إن شاء الله النادي الأهلي، وتحياتي لكل الناس اللي تابعتنا، شكرا جدا ليكم على ثقتكم وعلى متابعتكم، وبإذن الله نفرح بفوز النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله 2-0 للنادي الأهلي. السلام عليكم.